يا رسول الله، أنت العقل الأول والقلم الأعلى، أنت الحد الفاصل، بل أنت البرزخية الكبرى. يا رسول الله، أنت المعلم الأول وأنت الكتاب المفطور، بل وأنت أم الكتاب. فإن حياتك إذن مثلها كمثل الحركات، أو بل إنها عنوان السور القرآنية سورة بعد أخرى. ياسين، ولماذا ياسين؟ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. كنك لتحني جاهل ستوب طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ها أنت يا رسول الله قد أصبحت عنوان القسم من الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لا يقول حتى يحكموك في الكتاب والسنة، لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا يا رسول الله، في هذه الليلة صلى عليك الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، وصلى الله عليك عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها، والسلام عليكم.